تنحضر ليه بحيث فنان عزيز على المغاربه اجمع. وانا جيت مع الاخ جواد قنانه، كنا في واحد الايفنت وكنا مع بعضنا وجينا مع بعضنا باش نباركوا الفنان حاتم ادار الالبوم ديالو الجديد، وهو دائما يعني تيعطينا حاجات زوينين واغاني زوينين اللي كل شيء تيحترمو تيبغي. انسان راقي وكلاس في يعني في الغناء ديالو ولا في التعامل ديالو، انسان ماشي ديال المشاكل، سي بوغ الناس كلهم تيحترموه. انا متجاوزه الحمد لله بفضل الله ورضا الوالدين ودعوات المغاربه معايا ودعوات الناس اللي تيبغيوني، وان شاء الله مرضي الوالدين عمره ما يخيب. انا عمري عمركم شفتوني تنتعاطى ما تنتعاطاش، وماشي من اسلوبي وماشي من تربيتي. ممكن هادي دابا هو ولا الاسلوب ديال بزاف الناس باش يركبوا على الموجة، باش يطلعوا، باش يكون الباز، باش دائما يبقاو في التوندونس دائما. مي انا الا كان الباز غير بهذه الطريقه بلاش منه ما عندنا ما نديروا به. اكيد دائما عندي الجديد، دائما عندي كوليكشن جديده، دائما عندنا معارض جديده، يمكن يعني في كل اسبوع عندنا الجديد كل اسبوع. الغناء لا، صوتي ماشي زوين بزاف في الغناء، يمكن في الهضره زوين ولكن في الغناء ماشي بزاف. مي تقدروا تشوفوني واحد مجال باقي يلاه واحد المهم باقي ما نقول والو، شي حاجه في التمثيل ممكن تكون مشروع، شي حاجه ديال التمثيل زوينه. هادشي كلشي مجال فني وكلشي يعني المغاربه متعطشين لاي حاجه فنيه واي حاجه زوينه تيبغيو يشوفوها واي حاجه يعني جديده تيكونوا متبعينها. حيدوا لنا غير من المعاطيه ومن المدابزات ومن السبان وكلشي زوين. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.